مجموعة من النعيم، الخال وخرفان. الخرفان تفريط طبعا ب 1400 ريال، والرخلة ب 1200 تنقع منهن، سواء الخال سواء الخرفان. بس يا الله يوفقهم. هذه طبعا مجموعة من الحلال بالسيارة، النعيمي وفيه حري برضه. النعيمي من 1200 إلى 1500، إلى 1500 حسب الخروف حجمه حسب عمره. والحري أنواع يصل من 1100 وفوق حسب الخروف برضه حسب حجمه حسب كبره. الله يوفقهم ويرزقهم. طبعا هذه مجموعة من الحري خرفان والخال، أعمارهم تقريبا من أربع شهور. صور الشات هذا. إيه من أربع شهور إلى خمسة شهور. كم الخرفان قلنا ذول؟ على 1200. من 1200 ها؟ الحري. والشات هذا على 950 شات. والشات على 950 اللي هي حرية. أيوه. سدس لي. سدس. والتيوس. والتيوس يا طويل العمر فيه ب 950 وفي 9 وفي 8. في ب 800 الى 950. الله يفتح عليك. يعني هذا الاسعار التوس عندنا من 800. التوس طيبه بس. من 800 ل 950. التوس عوارض هذا. عوارض ما شاء الله. ايه ما شاء الله عوارض. وهذا طبعا نفسه هو. نفس السعر هذا. نفس السعر ها؟ طبعا هذا نتكلم احنا اليوم عشان هو الناس رمضان، عشان الناس تسوي شغل. العصر الرجال ما شاء الله فاز، يقول اللي اسعار يعني مناسبه تعتبر على كلامه. ايه. اللي بيسوي شورب وبيسوي يتمتع به رمضان. ايه على كلامه. وكل سنه هو طيب. ها؟ ما شاء الله. وش اسم الولد يا ابو؟ ابو سالم. ابو سالم ما شاء الله. انا بصراحه معجب بك بصراحه، دائما انت ما شاء الله في سوق بريده. رجال حبيب وطيب وتخدم الحقيقه المشاهده حق الناس. تشوف الاسعار تشوف. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك، دائما نشوفك في السوق مبدع ان شاء الله. تستاهل كل خير. راع الخير يستاهل كل خير. الله يجزاك الجنه. الله يوفقك يا ابو. الان هذا خروف مهجن سام 900 ريال من الرجال. ها ايش رايك طال عمرك الاسواق برمضان؟ ايش رايك فيها؟ يعني حركه فيها والله زينه. ما عليها وانا اخوك على حسب. والحلال غالي والله. ايه الحلال غالي والله. شد بالله انه قاعد يعني عليه طلب رمضان عشان الناس تعرف. شوي شوي مع الشورب ومع هي. هلا هلا ناس تدور وانا اخوك، لكن ما هو عام مثل اول يعني. اي نعم عرفت. السوق برضك فيه شويه هدوء بس. حلال حلال. إيه؟ لا ولا عليها طلب هو؟ اللي عليها طلب الهرافي وانا اخوك. الهرافي هي الصغيره ذي اللبنيه. لبنيه هي. الله الله. من اربع شهور لخمس شهور عرفت. شيء طيب نفس هذا كذا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما شكله. ما شاء الله. نفس هذا ما شاء الله. اربع شهور. الله يوفقك. هذه ذي سدس. قلنا احنا السام 850. الله يرزقه. الله شيء طيب. الله يوفقهم. التوس على 850 يحدونه، وهذا التيس الكبير يحدونه 900 ريال. التيس هذا. الخال النعيمي، الخال النعيمي ذولي ب 1200 ريال. الان بالسياره كذي مجموع حلال بالسياره مع الرجال اليوم. الله يرزقه ان شاء الله. هذه مجموعه برضه من الخرفان النعيمي ثمن على 1300 الان بالسياره. هذه مجموعه من الشاه النعيمي وحري على 750. هذا الخرفان حدون على 1200 النعيمي. هذه مجموعة من الخرفان النعيمي ثمن الآن 1450، ويقول الرجال البيع في شيء ب 1460 وفي شيء ب 1470. أعمار ست شهور. الله يوفقهم ويرزقهم، تستاهلون. هذه مجموعة من الخال ثمن 1210 نعيمي الآن بالسيارة. ثمن 1210 الخال ذولي بالسيارة. معهن الخروف هذا ماسيم. الخروف هذا ماسيم؟ الخروف هذا معهن ماسيم. الباقي كلها رقاض سام 1210. الله يرزقهم.
هذه مجموعة من النعيمي خرفان والخال يساهمن 1180 بالسيارة الآن مجموعة ذي كلها خرفان والخال يساهمن 1180 عمار يقول الرجال فيه 4 شهور وفيه 5 شهور وفيه 6 شهور يختلفن الله يوفقهم. هذه مجموعة نجدي ومعهن نعيمي رخال كلهم رخال البيع حادينهم ب 1200 تنقى منهن سوى النجدي الرخال وسوى النعيمي هذه مجموعة من الخرفان النعيمي حادينهم تنقى منهن ب 1450 كله خرفان نعيمي ب 1450 عمارهن يمكن فوق 6 شهور هذا البرابر تنقى منهن على 730 كلهن خرفان هذه مجموعة من الماعز 15 مع 10 عيال يساهمن الآن 850 طبعا للوحدة 850 للوحدة